على الرغم من اتساع رقعة الانتقادات الدولية والإقليمية لإيران وازدياد الأدلة والبراهين على التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة، لا تزال إيران تسلك نفس الاستراتيجية عبر وكلائها في المنطقة. ولما كان لذراعها الأكبر والأبرز ميليشيا حزب الله في لبنان من دور مميز لتنفيذ تلك الاستراتيجية، فقد كشف المغرب عن امتداد عمل الميليشيات نحو المحيط بتورطها في تدريب البوليساريو لزعزعة استقرار المملكة ومصالحها العليا. تطور كشف سعي طهران لكسب مساحات نفوذ جديدة بإدراجها القارة الإفريقية ضمن أولويات سياساتها الخارجية. لمناقشة هذا الموضوع معنا من الرباط الكاتبة والباحثة السياسية رويدة مروى. سيدة رويدة مساء الخير، مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار. نتحدث عن هذا الموضوع الذي تطور لدرجة قطع العلاقة، المغرب قطع العلاقة مع طهران، إلى أين تسير الأمور؟ وهل هناك من رابط بين الخطوة المغربية وبين التطورات الكثيرة التي تشهدها منطقتنا فيما يتعلق بالملف الإيراني تحديدا؟ أولا يعني الرد الرسمي للمغرب على التدخلات الإيرانية في الوحدة الترابية للمغرب جاء على لسان وزير الخارجية المغربية بشكل واضح، أن المسألة أن إيران مولت من خلال حزب الله بالعتاد والأسلحة والتدريبات العسكرية بعض وأفراد معينين في جبهة البوليساريو تحسبا لأي حرب محتملة قد تخوضها ميليشيات البوليساريو مع المغرب. وكان هناك عدة أدلة، صحيح أن وزير الخارجية لم يذكرها جميعا ولكن ذكر أبرزها. أولا الزيارة التي قام بها مجموعة من المسؤولين العسكريين في حزب الله قبل عدة أشهر إلى منطقة تندوف، وهذا ليس له أي تفسير لأنه في النهاية حزب الله لا يمثل إلا مجموعة عسكرية مسلحة لبنانية، هو ليس دولة بحد ذاته، ليزور منطقة مثل تندوف هي داخل الأراضي الجزائرية وتضم مجموعة من اللاجئين ومجموعة من الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم يمثلون كيان وهمي معين. ثانيا أيضا التوقيف أحد رجال الأعمال اللبنانيين المحسوبين تمويلا وعقائديا على حزب الله بشكل كبير، السيد تاج الدين، وهو معروف مع العديد من الشخصيات اللبنانية التي عملت لسنوات في أفريقيا وجمعت ثروات طائلة عن طريق الاستثمار والتسهيلات الكبيرة التي منحت لها في لبنان بفضل حزب الله، تغطية على الدعم المالي والتحويلات المالية التي كانت تصل إلى حزب الله. ومعروف أيضا عن حزب الله ومن يتتبعه أنه لا يرد لا في العلن ولا بشكل سريع ولا ببيانات مباشرة على توقيف أو اعتقال أو حتى قتل لأي أشخاص محسوبين على القيادات أو محسوبين على ممولي الحزب، بل دائما ما ينتظر الفرصة السانحة لكي يوجه الرد. وهذا أظن ما فعله في الخفاء لأشهر طويلة من خلال تدخله في تدريب جماعات من جبهة البوليساريو تحسبا لأي حرب، خاصة وأننا نعرف أن مسألة حفر الخنادق سبق لحزب الله وأن يعني له خبرة طويلة في هذه الأمور، لأن حزب الله معروف يعني في السياسة الدولية بأنه يمثل نون ستيت أكترز، يعني هي الجماعات الفاعلة من غير الدول، وهو معروف بأنه لديه مهارات كبيرة في مسألة الحروب غير المباشرة، يعني الحروب غير التنظيمية التي تخوض عادة الجماعات ليست في إطار جيش ضد جيش. وأيضا لا ننسى أنه العديد من التقارير التي الأجنبية التي خرجت عن مراكز دراسات مرموقة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية أيضا ربطت بين تحركات لجهات محسوبة على حزب الله في الجزائر. أيضا لا ننكر أنه التوتر بين المغرب وإيران ليس وليد اليوم، يعني كان من أيام سقوط نظام الشاه وحتى يومنا هذا، ولكن لا ننسى أنه يمكننا أن نثق بالموقف المغربي الرسمي كمحللين أكثر من أن نثق بالموقف الإيراني الرسمي الذي نفى هذا الأمر. لماذا؟ لأن معروف أن المغرب كدولة وكنظام ليس عدائيا نهائيا ولا يفتعل المشاكل شكل لا مع محيطي ولا طيب مع أي دولة عربية أو أي دولة في العالم. المغرب بينما النظام الإيراني رغم تدخله في كل دول المنطقة لا يزال حتى اليوم يعتبر نفسه محايدا. خليني بس أذكر بالموقف الإيراني، رد الفعل الإيراني على هذه الخطوة المغربية. إيران تقول طبعا أنه لا أساس لهذه القضية، ما يقول المغرب غير صحيح، و
تقول في بيان الخارجية الإيرانية تحديدا: إيران ملتزمة باحترام سيادة وأمن الدول التي تقيم معها علاقات دبلوماسية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. يعني واضح أن نشاط إيران في أكثر من دولة، حتى باعتراف المسؤولين الإيرانيين أنفسهم بأنهم باتوا اليوم يسيطرون على عدد من الدول وعدد من العواصم في منطقتنا. كيف نقرأ هذا البيان الذي يشير إلى أنه إيران ملتزمة بعدم التدخل في أي في شؤون داخلية للدول؟ سيدة رويدة، علينا أن نضحك أولا ثم نشفق على السياسة الخارجية الإيرانية القادرة على استهبال بين مزدوجين الرأي العام. إيران حتى اليوم لا تعتبر نفسها متدخلة في لبنان نهائيا، ولا تقود حزب الله ولا تسيره، مع أن حزب الله نفسه على لسان أمينه العام يعترف بأن الرواتب الشهرية لكامل المقاتلين وعائلاتهم والكادرات في الحزب والأعمال الاجتماعية والتعليمية والمؤسسات المرتبطة بحزب الله كلها تمول من إيران، وهذا غير مخفي. حزب الله إيران حتى اليوم لا تعتبر نفسها معنية نهائيا في كل تدخلاتها في اليمن، لا تعتبر نفسها أن فعلت كل ما فعلته في العراق، لا تعتبر نفسها أنها استمحت لنفسها في العام 2015 باعتبار مملكة البحرين مجرد محافظة تابعة لإيران، وعلى أثرها قطع المغرب علاقاته بإيران وعلاقاته الدبلوماسية آنذاك اعتراضا. لذلك هذه أمثلة بسيطة، لن أذكر ما هو أكثر من ذلك، على تدخل إيران السافر في شؤون دول الجوار، ومع ذلك لا تزال حتى اليوم تقول أنها تحترم سيادة الدول. بينما المغرب لم نسمع في تاريخ الدولة المغربية الحديثة نهائيا أي صراعات، يعني المغرب ليس من النوع الذي يخلق الصراعات حتى مع الدول التي تستفزه وتتدخل في شؤونه كالجزائر والكثير من الدول الأخرى، دائما يكره سياسة المحاور. حتى في الأزمة الخليجية رأينا أن المغرب كان صديقا وعلى مسافة واحدة من كل دول المنطقة. هذا ماذا يعكس؟ يعكس أن هذا البلد مسالم في سياسته الخارجية، ويمكن أن نثق دائما إلى أنه متسامح إلى أقصى الدرجات حتى مع بعض الجيران ومع بعض الدول التي تتدخل في وحدتها الترابية ودائما ما تسيء إليه. يعني كثيرا ما سمعنا تصريحات من مسؤولين عرب تجاه المغرب تمس وحدته الترابية أو تمس سمعة شعبه، ورأينا الرد المغرب يكون دائما دبلوماسيا ويحسب ويعد المغرب لي من 1 إلى 10 قبل أن يتخذ الرد الصارم. لذلك عندما يقوم المغرب بهذا الرد الصارم اليوم بقطع علاقته بإيران، نحن نعتبر أنه فعلا يتوفر على معطيات حقيقية ذكرت بعضها والكثير. أما مثلا الرد البوليساريو على يد من على يعني على على لسان من يعتبرون أنفسهم ممثلين لهذه الجبهة، فكان هو أيضا مضحك تماما كالرد الإيراني، لأنهم يقولون أن هل يملك المغرب الأدلة؟ يعني أنا أستغرب فعلا، يعني في التصريحات الرسمية والبيانات يمكن أن نضحك قدر ما نشاء وأن نكون دبلوماسيين، ولكن على أرض الواقع يعني هل السياسة الخارجية اليوم تعمل بهذا الشيء الطفولي؟ مثلا سنقوم بعد 1 و2 و3 في البيان الرسمي. يكفي أننا ذكرنا مجموعة ذكرت يعني التي ذكرتها أيضا عن لسان وزير الخارجية المغربي، ويكفي أيضا أن نعرف أن نكون أشخاصا قد زاروا المغرب وعاشوا في المغرب لنعرف جيدا أن إيران ومنذ سنوات طويلة، وهذا كان هناك رد مغربي أيضا، كانت تحاول استخدام المذهب الشيعي عن طريق نشر التشيع لضرب الكثير من المقدسات والثوابت الدينية للشعب المغربي، وهذا لا يخفى يعني على الرأي العام، لأنه معروف أن إيران لها سوابق في هذا الإطار في كل المنطقة. طيب، في الدقيقة المتبقية سيدة رويدة، يعني قد يكون مفهوم محاولات إيران بسط نفوذها أو مد نفوذها في المنطقة المحيطة بها بشكل مباشر، ولكن أن تصل أذرع إيران إلى مناطق مثل المغرب، على ماذا يدل ذلك تحديدا برأيك؟ هي لا تقصد المغرب مباشرة، هي تقدم خدمة بين مزدوجين لصديقتها الجزائر في هذا الإطار. ونحن نعرف يعني أن السفارة الإيرانية في الجزائر استخدمت في عمليات التدريب والتسليح وإلى آخره، لأنه يستحيل جغرافيا أن تقوم إيران عن طريق حزب الله بتدريب جبهة البوليساريو في منطقة تندوف وهي أراضي جزائرية دون المرور عبر جهات رسمية ودبلوماسية جزائرية بطبيعة الحال. يعني
هذا منطق الجغرافيا. وأيضا نحن نعرف جيدا التدخلات الجزائرية والاستفزاز الجزائري الدائم على الحدود مع المغرب، ونحن نعرف من يستضيف جبهة البوليساري ومن يمولها، وإلا كيف وقفت على قدمها كل هذه السنوات، وكيف يسافر مسؤولي جبهة البوليساري بجوازات سفر جزائرية، لأنه لا يوجد شيء اسمه جواز سفر صحراوي في العالم، وكيف يعيشون وكيف يتمولون وكيف يدرسون وكيف يعيشون يوميا. بطبيعة الحال يعني هذه سياسة المحاور تتقنها إيران أكثر من أي دولة أخرى في المنطقة، ومخجل جدا أن يكون الرد حزب الله أو حتى الرد الإيراني أن المغرب تعرض لضغوطات سعودية أو عربية أو أمريكية. ما ليس المغرب من يقود هذه الأمور، لأنه معروف عن المغرب أنه صديق للجميع. الدول الكبرى في العالم وحتى دول أعضاء دائمة في مجلس الأمن هي دول صديقة للمغرب، قد يختلف قد يتفق معها، ولكن لا أظن أن المغرب في غنى أن يلهي شعبه عن أي قضايا داخلية. المغرب هو أكبر مستثمرين الإفريقيين في إفريقيا ولديه شركات. أعتقد أن حزب الله محتاج أن يلهي الشعب اللبناني أكثر عن مشاكله في الداخل. شكرا جزيلا لك يا سيدة رويدة مروي، الكاتبة والباحثة السياسية، كانت معنا من الرباط.